كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية عن أحدث صورة للزوجة السابقة للملياردير السعودي وتاجر الأسلحة الراحل عدنان خاشقجي. ده عدنان خاشقجي ودي ثريا خاشقجي، كانت أغنى نساء بريطانيا، وذلك من خلال صورة وثقتها إحدى الكاميرات بعد أيام من رحيل زوجها السابق. ووثقت الكاميرا صورة الزوجة ثريا خاشقجي وهي تسير في طريقها إلى محطة للحافلات غرب لندن، مرتدية معطفاً أحمر وتنورة قصيرة فضفاضة وتيشيرت وسترة، وترتدي قبعة على رأسها وتسوق خلفها عربة تسوق ترولي. الصورة اللي على الشمال هي أحدث صورة ليها من حوالي سنة كده، على اليمين وهي في عزها. وقالت صحيفة المرصد السعودية أن صورة السيدة ثريا يصعب تصديقها، خاصة وأنها كانت واحدة من أغنى سيدات بريطانيا وأكثرهن جاذبية. وأوردت الصحيفة تعليق المصور نورمان باركنسون الذي وصفها بقوله، ده في الأول طبعا، بأنها أكثر امرأة جميلة صورها في حياته تحتفظ بطبيعتها. مشيرة الصحيفة يعني إلى العلاقة التي كانت تجمع السيدة ثريا مع رئيس وزراء بريطانيا الأسبق وينستون تشرشل وحفيد رئيس الوزراء السابق. يذكر أن السيدة ثريا خاشقجي كانت تدعى ساندرا دالي، وتحولت إلى الإسلام وغيرت اسمها قبل الزواج من زوجها في عام 1961، ولها من زوجها عدنان خاشقجي 5 أطفال قبل أن ينفصلا بعد ذلك. ولفت الديلي ميل إلى أن السيدة ثريا عملت في السنوات الأخيرة في محل بيع الزهور برفقة أحد أبنائها. دي ثريا خاشقجي، شاركونا بالتعليقات. في 6 يونيو 2017 توفي الملياردير وتاجر السلاح السعودي عدنان محمد خاشقجي من أبناء عمومة جمال خاشقجي في العاصمة البريطانية لندن، وذلك على إثر إصابته بمرض باركنسونز اللي هو الشلل الرعاشي. ولد عدنان بمدينة مكة، إذ كان الابن الأكبر للطبيب الشخصي للملك سعود مؤسس الدولة الحاكمة في المملكة العربية السعودية. ربما هو لا يشبه الإعلامي السعودي جمال خاشقجي بشيء، لكن بالتأكيد كلاهما رافقت حياتهما ضجة وغموض كبيران. ده الملياردير عدنان خاشقجي. وكان جمال خاشقجي نشر تغريدة عن قريبه قال فيها: عدنان بخير، تجاوز 80 ويمارس حياته بشكل طبيعي ميسور الحال، كريم وسعيد، كان مسافرا فطلب أحدهم صورة معه لا أكثر ولا أقل. وده كان تعليقه على الصورة اللي انتشرت على مواقع التواصل، وقالوا إن هو أفلس وعليه ديون وحالته حالة ومش لاقي حد يوصله حتى. وفي واحد قريبهم اسمه لؤي خاشقجي كتب: بالنسبة للتعليق على صورة عدنان خاشقجي بالمطار، أولا هو عامل عملية في ركبته، ولا يحق للمرافق أن يدفعه على الكرسي للطائرة إلا بواسطة عمال الاحتياجات الخاصة، سواء في الذهاب للطائرة أو عند وصولها، وهذه خدمة جوية. ثانيا هو يحمل في الصورة شنطة من جلد النعام قيمتها بآلاف الدولارات. ثالثا لقد تبرع من فترة بأربعين قطعة أرض لآل الخاشقجي المحتاجين بالمدينة المنورة من أولاد عمه وأولادهم فقط المحتاجين بطريق سلطانة، قيمة كل قطعة 1,000,000 ريال، والآن مع زيادة الأسعار يمكن القطعة صارت تسوى 2,000,000. رابعا يسكن أولاده وأولاد أخوانه المباشرين في قصور بالرياض وجدة والشرقية ودبي. خامسا يقوم بعمل خيري كبير لم يفصح عنه. سادسا ينوي التبرع بكل ما تبقى من ثروته لأولاده، ولا يريد أي حراس أو مرافقين، ويقول: أنا أعرف أتصرف لحالي وما أحتاج مساعدة. الكلام ده كان في أغسطس 2015، وكتب: أتمنى التأكد من مصدر المعلومات وعدم تصديق كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات. تحياتي لؤي أسعد خاشقجي. ده اليخت الرهيب اللي كان بيملكه
عدنان خشبجي. عدنان الذي درس في كلية فيكتوريا بمحافظة اسكندرية في مصر انتقل بعدها للولايات المتحدة من أجل إكمال دراسته، وبعد عام واحد ترك الدراسة ليقرر الانطلاق في عالم التجارة والأعمال. وخلال السبعينيات وثمانينيات القرن الماضي أضحى عدنان خاشقجي من أغنى شخصيات العالم، وذلك نتيجة العمولات الهائلة التي كان يتلقاها من صفقات السلاح بين دول الخليج والشركات البريطانية والأمريكية. من أشهر صفقات خاشقجي كانت صفقة اليمامة للنفط بين الحكومة السعودية والبريطانية، وبلغت قيمتها حوالي 20 مليار دولار. وقد عرف عن خاشقجي ولعه بإقامة الحفلات الصاخبة ودعوة المشاهير لتلك الحفلات. وكان عدنان خاشقجي يملك أخبر يخت في العالم في وقته اللي عرضنا صورته من شوية، وكان يحمل اسم ابنته نبيلة اللي هو اليخت. وقد صورت بعض مشاهد فيلم جيمس بوند على هذا اليخت. وبعد أن واجه عدنان بعض المصاعب المالية، منح يخته لسلطان بروناي الذي باعه لاحقا للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بمبلغ 29 مليون دولار. دي نبيلة خاشقجي ابنة عدنان اللي كان اليخت على اسمها. يذكر أن سميرة خاشقجي شقيقة عدنان تزوجت من رجل الأعمال المصري محمد الفايد، وهي والدة الراحل دودي الفايد والذي توفي مع الأميرة ديانا في باريس في 31 أغسطس. أنا فريد الأطرش مع الراحلة سميرة خاشقجي والدة دودي الفايد يوم افتتاح ملهى فريد الأطرش. صورة نادرة طبعا. وده محمد الفايد زوج سميرة خاشقجي ووالد دودي الفايد. هنا دودي الفايد مع الأميرة ديانا. ودي الحادثة اللي زعلت الناس كلها لما راحت فيها الأميرة ديانا ودودي الفايد. هنا عدنان خاشقجي وزوجته الأولى ثريا. وهنا عدنان خاشقجي مع زوجته الثانية لورا بيانكوليني عرفت باسم لمياء. ودي الصورة اللي أثارت الجدل وقالت إن هو أفلس ومش لاقي ياكل. وهنشوف جمال أحمد حمزة خاشقجي ولد في 13 أكتوبر 1959 صحفي وإعلامي سعودي، رأس عدة مناصب لعدد من الصحف في السعودية، وتقلد منصب مستشار، كما أنه مدير عام قناة العرب الإخبارية سابقا، ويكتب عمودا في صحيفة واشنطن بوست منذ 2017. وصف بأنه وفي للدولة السعودية ومنتقد لسياساتها. اختفى في أوائل أكتوبر 2018، وكان آخر مكان شوهد فيه أثناء دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في تركيا. ولد عام 1959 في المدينة لعائلة خاشقجي ذات الجذور التركية، والتي استوطنت الحجاز قبل 500 سنة بجوار الحرمين، فكان منها وزراء ومؤذنون في المسجد النبوي، أبرزهم عبد الرحمن خاشقجي وأطباء مثل محمد خاشقجي والد الملياردير عدنان خاشقجي. ده الملياردير عدنان خاشقجي. سبق أن التقى وأجرى مقابلات خاصة مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في العديد من المناسبات قبل وقوع هجمات 11 سبتمبر. إلى جانب عمله كمعلق سياسي للقناة السعودية المحلية ومحطة ام بي سي وبي بي سي وقناة الجزيرة. تزوج أكثر من مرة، آخرها عام 2010 زواجه من الدكتورة آلاء محمود نصيف، وله أبناء وبنات أكبرهم ابنه صلاح. دي الدكتورة آلاء مراته الأخرانية، وهنا جمال خاشقجي. وهو كان كتب بوست على تويتر على حسابه: دكتورة آلاء نصيف المدير الإداري لمركز الملك عبد الله لحوار الأديان، نحن نمثل الحوار والتعاون بين 5 أديان وحضارات وليس الإسلام فقط.
في أبريل 2012 كان للدكتورة آلاء محمود نصيف حوارا هاما كشفت فيه كثير من الأمور، وإليكم بعض ما جاء فيه. نبدأ حديثنا معك من الصغر، هل كان هنالك بوادر رسمت لك مستقبلك أو تنبؤات من قبل المحيطين بك، خصوصا وأن والدتك الداعية فاطمة نصيف؟ الحقيقة فترة الصغر هي الأساس، ولكن قبل الدكتورة فاطمة نصيف أحب أن أرجع إلى من كان الأساس وهم أسرة نصيف، فهي أسرة معروف عنها حبها للعلم، وبداية العطاء كانت مع الشيخ محمد نصيف أفندي جدي لأمي ولأبي، كان عندهم العلم من الأساسيات. وحتى قبل بدء التعليم للبنات في المملكة بشكل واسع كان هناك مدرسة نصيفية متبنيها جدي في منزله، وكانت والدتي من طالبات هذه المدرسة. نشأت في أسرة والدي المهندس محمود نصيف، فقد توفي وأنا صغيرة السن، لكن كبرت وأنا أسمع عن إنجازاته في بدايات المملكة، وكنت في كل مكان أسمع اسمه، إما في جامعة الملك سعود وغير ذلك من الأماكن، وهذا ما جعلني أشعر بحجم المسؤولية. صارت إشاعة قبل فترة كونك تزوجت مؤخرا بالأستاذ جمال خاشقجي، مضمونها ارتباط اسمك بمليونيرة أعلنت عن رغبتها بزواج مسيار وزوج ذو شروط معينة، فما ردك على ذلك؟ هي كما قلت إشاعة وأنا سمعت بها ولم أعتدل الرد على مثل هذه الشائعات، فزواجي بجمال خاشقجي زواج تقليدي بحت. بعيدا عن الحياة المهنية، كيف نجد آلاء في الحياة الأسرية؟ أبدأ مع أبنائي محمد ونور وفاطمة، ودائما التواصل موجود معهم، وأحاول أن أوجد لحظة معينة في اليوم تنتهي فيها الحياة العلمية، فتبدأ آلاء الأم والزوجة والابنة. طبعا والدتي تشكل جزء كبير ومهم في حياتي لأنها منبع لا ينضب من المعرفة وتطوير الذات. دي الدكتورة آلاء محمود نصيف